وطالما اخواتكم موافقين والعقيد فهد ابن حلال معدل، انا من رايي انكم تيسروا الموضوع وتتوكلوا. ما فشلوا؟ انا ابو دياب اختي تفوت لبيت واحد مثل هذا وخليها عايشه؟ انا من صياح القاعود، اذا كانوا اخواتي مطورعين وما عارفين الله وين حاططهم، انا هيك تفنقات ما تفوت علي. انا اذنكم تكي. ايه الله يرحمك يا ابو قاعو، وين الدنيا وين اهلك؟ ولا ابوه المرحوم صياح القاعود؟ ايه شو جاب لشاب؟ شو بده صهري؟ شو بده؟ بده يعني يوافق على جوازة عفاف من شاهير. ايه وشو قلت لهم انت؟ شو قلت لهم؟ يعني نجوم السماء قرب لهم. هلا انت مو بدك عفاف ترجع على البيت على اهون سبب؟ بلا افوت قلن انك موافق لكان. شلون بدي قلن اني موافق؟ انت شو عم تحكي؟ ايه تقبرني، قلن انك موافق بس الك شرط. شو هالشرط بقى؟ انه تجي عفاف اليوم على البيت وبكره كتب الكتاب. هيك الاصول، ما بصير ينكتب كتابه ببيوت الناس وبيت اخوها العقيد ابو دياب مفتوح. ايوه وبعدين؟ شو بعدين؟ عفاف بتكون رجعت لهون وبنتي نفست اللي برازك وضبيت عرضك ببيتك، مو أحسن ما أخواتك يجوزوها بدون رضاك وتصير سيرتك على كل لسان بالحارة ويقولوا أختل العقيد أبو دياب؟ بس لا تكملي. بس أخي قصدك بس ترجع لهون جوزها لشاهر؟ لا ما رح نجوزها لشاهر، بس انت ما رح تقدر ترجع عفاف على البيت غير بهي الطريقة. وبس ترجع لهون ساعتها نجوزها لأبو نجيب غصب عنا. والله كلامك مزبوط. شوفي ما في شي تقبريني، شغلة بيني وبين صهري. بعديك بعديك. وبركي جبنا الحرمة لهون ورجعت عاملتها معاملة سيئة. لا يا ابني اوعى تورطنا، الله يرضى عليك، اذا هالمخلوقة اجت لهون صار لها شيء بتصير خطيتها برقبتنا. والعياذ بالله، اوعك يا ابني اوعى. اعوذ بالله. كلام رجال. هاي شواربي. والله نقشت معك يا ابو نجيب، نقشت. ايه سيد راسي، شو رأيك؟ برغوت منك وبرغوت مني، منروح نجيب رغيفين خبز وخيارتين وبندورتين نتغدى، وبعد الغداء باخذك وارجيك على الخان شيتي سيدي. اخ يا بضو عيني، ليش هالبعزة باباتي؟ ما عندك بصل؟ بلا عندي بصل سيد راسي، عندي. اصبح منجيب رغيفين ومناكلون على بصل. يا عيني عليك يا عيني عليك يا ابو حميد، والله جبتها. أصبح البصلات علي والخبزات عليك، يعني بكل أحوال سيد راسي حتك البرغوت. لا حبيبي ما حزرت، معناتها منجيب خيار وبندورة. الله يوفق إلهي، الله يوفق. يعني بلا منقودية، أنا بشوف كلام أبو دياب معه حق. البنت ما بصير ينكتب كتابة برات بيت أهلها، بينكتب كتابة ببيت أهلها وبتطلع من بيت أهلها معززة مكرمة لبيت زوجها. يا أخي نحن مع الأصول، بس كمان الأصول إنه أخواتها جابر وجواد يحضروا كتب كتابها، ولا أنا غلطان؟ نحن يا مختار ما لازم نترك له حجة، وطالما المعلم جواد ومعلم جابر بدهم مصلحة أخته فلازم يسايروا. هي الشيخ رجب وسيدنا الخوري كانوا موجودين وشافوا بعيونه. والله هو كان بالأول مو موافق، شوي شوي هدي وروى. شو شباب شو رايكم؟ نحن بهمنا شغلتين، اول باشتان انه نبعد اختنا عن الظلم، ثاني باشتان انه نجوزها على سنه الله ورسوله، تجتمع هي واولادها ببيت ابوه بحمايه رجال، والعقيد ابو فهد سيد الرجال ولا يهونوا الحاضرين. نحن بنبعتكم معلم جابر. معناتها عمي هلا جواد بيروح بياخذ اخته بوصلها على البيت، ونحن بكره باذن الله نكتب الكتاب. توكلنا على الله. قوم يا بي وصل اختك يلا. والله يا جماعه انا ما بامن عليها. شو يعني ما بتامن؟
ايه والله يا مختار، ما بأمن عليها. لا عمي، أمن أمن وتوكل على الله. أبو دياب أعطانا كلمة ومسك على شواربه. شو شيخ نزيل؟ احكي لك كلمة. والله اللي بدي أحكيه أنتوا حكيتوا. الله يجزيكم الخير، ما قصرتوا. قوم ابني وصل أختك، الله يرضى عليك. أمرك شيخ. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو باباتي؟ تاكل حرام شي؟ أعوذ بالله. أنا؟ لك ليش أخذ بندوراية زيادة عني؟ أبو حميد، بزمتك بترضاها أنت؟ قاعد لي تحت العريشة وبالفيات وأنا تعمل شوار بالشمس رايح جاي وتطلع حصتك مثل حصتي؟ أخ يا ببو عيني، معناتها أخذ كل المشوار؟ شو سيد راسي؟ يعني كتير علي إذا أخذ كل المشوار؟ بدك يعني يطلع مشواري بلوشي أبو حميد؟ إذا شايف في خوف على أختك بلا ما نخليها تروح. لا عقيد، لا ولا يهمك. مثل ما بتعرف أخوك أبو دياب ما له كلمة، وكل ساعة برأيي وخايف الحريم يلعبوا بعقله. إيه بس أخي جابر عطى كلمة للكبارية وكلمته لازم تمشي. طامي يا طامي، أطيب من العوامة يلي بياكلها بتعوده عن اللحم واللحامة وبتخلصه من المرة النهيانة السحيانة. على راسي. قرب يا أمير، قرب يا سمير. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهي وحدة عديها على خمسة. طعمة يا طعمة، أطيب من العوامة. لك أخي لا إلك شغلة تانية، والله صرعت راسي. عم نتسبب باباتي، عم نتسبب. اتسبب، ما حدا عم يقول لك شيء، بس لا إلك شغلة تانية. معلمك قال لي اقعد هون وتسبب. معلمي؟ إيه باباتي، معلمك وتاج راسك. ليش ما شفته لمعلمي؟ هو جابني لهون. وين راح؟ وصل مشوار وقال بيرجع بعد شوي. غريبة، وانت منين تعرفه لمعلمي؟ باباتي هاي قصة طويلة. قال لي تعال هون مشان يساوي لي بسطة كبيرة نبيع فيها جوز وزبيب واكلات طيبة. ايوه روح حبيبي روح، عبي لي طاسة مي، وإذا في شوية ما زهر حط لي فوق ما زهر مشان توصل فيك عند معلمك باباتي. ايه تكرم عينك يلي مخه مسكة وحناكو ما بتتسكة. عنا اضامة على سكة. تعا يا امير، تعا يا سمير. اضامة اضامة. اخي الله يخليك ما تنسى مثل ما وصيتك مشان الفرقة. وحدي الله لك اختي، وحدي الله. هيا انا فت معك ورح ورجيهم العين الحمراء، والشاطر منهم يقرب عليك. لا اخي مشان الله، ما بديك تفوت لجوا، طلع، ما بديك تعلق انت واخوك. أنا ما أدهم. فوتي اختي، فوتي فوتي على بيت أمك وأبوك ولا تخافي، واللي بده يقلب ناحية لسه باقي ما خلق. واحد مثلك بيطلع لبرا. ابو دياب قلت لك اطلع لبرا. قال لك اطلع لبرا. وانت كمان واعلم بخيلك ركاب. وقف. شو بدك؟ اختك عفاف صارت بالبيت، ويا ويلو يا سواد ليلو اللي بيقرب ناحيتها او بسمعها شي كلمه عاطله. صاير عم تحكي مثل الزلم كمان. مثل ما قال لك، شو سمعت؟ روح أخي روح، روح كسر. بس ما يروح يفش أهرب عفاف. الله يطعمه ويعملها. أخي والله أنا كنت حابب واحد من كبارية الحارة يكفله، بس أنت لا تخاف جواد، لا تخاف، ما بيقدر يساوي له شيء.